السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام الدش. ناس كتير جدا بتنظر لـ slang words and phrases للعبارات والكلمات العامية على إنها شيء غير مهم، ودي طبعا تعتبر نظرة خطأ تماما. To be able to communicate عشان تقدر تتواصل، to be able to be fluent عشان تقدر تكون طلق، لازم تتعلم slang words، لازم تتعلم الكلمات العامية. كل المعاهد العالمية حاليا بتركز على النقطة دي وعلى اللغة العامية في تقديم برامجها أو مواضيعها المطروحة للدراسة. So you have to learn slang words and phrases as much as possible. بقى لازم تتعلم slang words and phrases، العبارات والكلمات العامية، بقدر المستطاع. If you can only communicate with a portion of people، لو تقدر تتواصل مع نسبة من الناس وبتقدرش تتواصل مع كل الناس، ده معناه ان انت you have a problem، ان عندك مشكلة وان انت ما عندكش طلاقة. الطلاقة هي الهدف الرئيسي من تعلم اي لغة، انك تقدر تعبر عن افكارك وتتواصل مع مستخدمي اللغة، سواء كنت student، كنت طالب، or a tourist، او سايح، او سافرت لاي دولة where English is the means of communication، يكون فيها الانجليزي هو لغة التواصل. وحتى من غير ما تسافر حاليا on the internet، على الانترنت تقدر تعرف ناس كتير جدا بتتكلم English، محتاج انك تتواصل معهم بسهولة. لازم تعرف slang words and phrases، تعرف عبارات عامية ولغة عامية وكلمات عامية، لان هي اللغة اللي بيتم التحدث بها في daily conversations، في المحادثات اليومية. مصادر slang words تعتبر very limited، محدودة جدا. You cannot encounter slang words or phrases in a textbook، صعب جدا انك تصادف او تقابل slang words and phrases in textbook، في كتاب دراسي. بحاول ان انا اقدم لك الكلمات الكومن اللي هي شائعه جدا، اللي الناس بتستخدمها on daily basis، تستخدم بشكل يومي. اول كلمه هبدا بيها هي كلمه chillax. chillax as a verb، هستخدمها كفعل. chillax is a mix of chill، هي خليط من كلمه chill اللي هي معناها اهدى، and relax، وايضا معناها اهدى. الاثنين بدمجهم ببعض بيكونوا كلمه chillax. chillax simply ببساطة معناها to calm down، انك تهدأ، to take it easy، انك تاخد الامور ببساطة، and to relax، وهي ايضا نفس المعنى. relax is chillax، but chillax is a trendy word. chillax هي كلمة اصبحت شائعة وتستخدم في السنوات الاخيرة بشكل كبير جدا. بالرغم من ان معظم الناس بتستخدم chillax as relax، الناس اغلبها بيستخدم chillax بمعنى اهدأ، ولكن يفضل انها تستخدم أو في أغلب الأحيان تستخدم in a sarcastic way، في يعني شكل ساخر، like زي ما تقول بالعربي حد أعصابك بس بطريقة ساخرة. This word has become more and more common on the internet over the past 2 years. الكلمة دي أصبحت شائعة جدا في الإنترنت في السنتين اللي فاتوا. ناس كتير جدا بتستخدم chillax instead of relax، ناس كتير جدا بتستخدم chillax بدل من relax في معظم المواقف، ولكن يفضل أنك تستخدم chillax، تستخدمها مع ناس في سنك، ناس علاقتك بهم غير رسمية. don't use it with your boss or with your teachers for example، يعني ما تستخدمهاش مع رئيسك أو مع معلمينك. كلمة دي تعتبر كلمة informal، استخدمها مع ناس اللي هم في سنك that you have strong relationship with، عندك علاقة قوية بهم. listen how we use it in context، تعالوا نسمع ازاي نستخدمها في السياق. يعني في مثال: Hey man, just chillax. It's just a horror movie, not the end of the world. Hey man, يا رجل, chillax. Just chillax. It is just a horror movie, not the end of the world. إنه مجرد فيلم رعب وليس نهاية العالم. So chillax معناها relax، يعني اهدى. مثال آخر: Just chillax, Dan. They'll be here soon. Just chillax يعني اهدى. Dan يعني يا دان. They'll be here soon. سيكونوا هنا قريبا. أو سيوصلوا قريبا. The second word is what ifs. الكلمة الثانية هي كلمة what ifs. What ifs in American accent، باللهجة الأمريكية، أو what ifs بالبريتش accent. What ifs. What ifs and what ifs. They are the same word، هما نفس الكلمة. What ifs is alternative for the word whatever. كلمة what ifs هي تعتبر بديل أو short form or you know a variation، يعني إصدار أو شكل لكلمة whatever اللي هي أيا كان الأمر، or I don't care. So instead of saying I don't care nowadays people say what ifs. بدلا ما تقول I don't care يعني لا يهمني، تقدر تقول what ifs like that. Can stand alone تقدر تقولها ككلمة بس، وممكن تحطها أيضا في جملة، في بداية جملة أو في نهاية جملة. تعالوا نتخيل الموقف ده مع بعض. اتنين بيكلموا بعض، الأول قال للتاني I don't love you anymore. I don't love you anymore. لم أعد أحبك. التاني ممكن يرد What ifs? What ifs? I don't care.
That's it. So you can use what is as a standalone. تقدر تستخدمها ككلمة مفردة لوحدها. وأيضا تقدر تستخدمها في جملة. مثال آخر. She didn't give me the money back, but what is? She didn't give me. لم تعطيني the money back. يعني الفلوس مرة تانية ممكن كانت سلفها مني. But what is? ولكن who cares? I don't care. It's not a big deal. يعني مش موضوع مهم بالنسبة لي. The third word is hellacious. Hellacious. Hellacious means very difficult, يعني صعب جدا, very bad, سيء جدا, or overwhelming, يعني شامل أو مغطي, أو يعني يعتبر, it's very great, يعني عظيم جدا, مش شرط عظيم, يعني جيد المقصود بها لدرجة عالية جدا. This is the meaning of hellacious. ده معنى hellacious. Hellacious is a mix from the word hell, هي خليط أو مزج من كلمة hell اللي هي جحيم ومعها أيضا the suffix الخاتمة c-i-o-u-s الاتنين مع بعض كونوا كلمة hellacious. Hellacious ده نطقها. Hellacious again means very difficult, very great, very bad or overwhelming. كل الكلمات دي تعتبر معنى hellacious, بستخدمها للتعبير عن شيء صعب جدا أو شيء سيء جدا. Hellacious. Hellacious في نفس الوقت لها معاني مختلفة ويعتبروا as a kind of contradiction, يعني ما بينهم تناقض. Hellacious في نفس الوقت اللي هي very bad أيضا معناها astonishing, يعني مذهل, or remarkable أو مميز. ده استخدام hellacious in recent days في الأيام الحالية. وقلنا دي تعتبر slang words, يعني كلمة عامية, ولكن it's very common and trendy, يعني شائعة جدا والكل بيستخدمها هذه الأيام. Now listen how we use it in context. تعالوا نسمع ازاي نستخدمها في السياق. The first example is, أول مثال هو traffic is very hellacious this time of the day. Traffic اللي هو المرور is very hellacious, يعني very difficult this time of the day, في هذا الوقت من اليوم. Hellacious, very difficult in this context. في السياق ده معنى hellacious يعني سيء أو صعب جدا. Another example, the hellacious heat was more than we could bear. The hellacious heat, يعني الحرارة العالية اللي هي very great, was more than we could bear, كانت أكتر من مما نستطيع أن نتحمله. More than we could bear. هنا hellacious استخدمتها بمعنى very great, يعني عظيم جدا, مش عظيم يعني جيد جدا المقصود بها, to a very high amount or degree, لدرجة عالية أو لقدر عالي. Now let's go to the fourth word, which is awesome sauce. تعالوا نروح للكلمة الرابعة وهي كلمة awesome sauce. Awesome sauce. It's a mix from the word awesome. Both the word awesome together with the word sauce. نحط كلمة awesome مع كلمة sauce. هنحصل على awesome sauce. Awesome معناها رائع. Sauce is a liquid that people use to give flavor to the food. Sauce اللي هو السائل اللي بيستخدم ليعطي نكهة للطعام. Sauce. فأما حط awesome مع sauce هي نفس معنى awesome ولكن لدرجة أعلى. Awesome, رائع. Awesome sauce, رائع جدا. For example, I'm reading an awesome sauce book. I'm reading, أنا أقرأ, an awesome sauce book, يعني كتاب رائع. Awesome sauce book. The fifth word is cringe. Cringe هي الكلمة الخامسة ومعناها to feel a kind of embarrassment or disgust, إنك تشعر بشيء من الإحراج أو الإشمئزاز. لو استخدمتها the verb كفعل. نشوف مثال يوضح معنى كلمة cringe اللي هي يشعر بالإشمئزاز أو بالإحراج. The first example, المثال الأول, I cringe every time I read her comments. I cringe every time, يعني أشعر بالإشمئزاز أو you know, embarrassment بالإحراج, every time I read her comments, كل مرة بقرأ فيها تعليقاتها. The مثال, I always cringe when I hear this song. I always cringe, يعني دائما أشعر بالإشمئزاز, when I hear that song, عندما أسمع هذه الأغنية. The adjective from the verb cringe is cringy. الصفة من الفعل cringe هي cringy. ولكن حاليا أقدر أستخدم حتى cringe as an adjective. Cringe حاليا تستخدم كصفة. أقدر أصف أي شيء بيسبب لي a feel of you know, embarrassment or disgust. أي شيء بيسبب لي شعور بالإحراج أو disgust اللي هو الإشمئزاز. أقدر أستخدم cringe لوصفه. This outfit's cringe. Outfit المقصود بها لبس معين. This outfit is cringe. اللبس ده cringe يعني disgusting. That is the meaning of cringe. يعني مثير للإشمئزاز. So use cringe in an adjective. استخدمها as an adjective كصفة وأيضا as a verb كفعل. الكلمة السادسة هي كلمة stand. Stand can be used as a noun or a verb.
stan أقدر أستخدمها كنوع كاسم or a verb أو فعل. stan means you know it's like fan. هي زي كلمة fan اللي هي admirer, شخص who admires someone so much, especially a celebrity, يعني شخص بيعجب بشخصية مشهورة جدا, celebrity اللي هي شخص مشهور. فأنت لما تكون معجب بشخص بدرجة عالية جدا بيسموك stan. stan هي معجب to you know to the point of obsession, لدرجة التسلط, ده معنى stan. stan أيضا أقدر أستخدمها as a verb كفعل, مش شرط أستخدمها مع celebrity اللي هي شخص مشهور إن أنا بحب هذا الشخص أو بدعمه, أقدر حتى أستخدمها مع الأشياء. For example, oh my god, I stand those clothes so much. I stand those clothes. هنا stand معناها أنا معجب بالملابس دي, so much يعني كثير جدا. لو استخدمتها مع celebrity اللي هي شخص مشهور, I stand Michael Jackson so much. He's my role model. I stand Michael Jackson so much معناها أنا معجب جدا بمايكل جاكسون. He's my role model يعني هو قدوة أو نموذج بالنسبة لي. Now let's go to the seventh word. نروح للكلمة السابعة وهي كلمة be day. be اللي حرف ال be بعدها day. be day is just an informal shortened version of birthday. be day هي اختصار غير رسمي لكلمة birthday اللي هي يوم ميلاد أو عيد ميلاد. إذن be day اختصار ل birthday. وما أجي أنطقها when you pronounce it, أما أجي أنطقها ما أقولش be day like that. في تشديد على the first letter الحرف الأول, بقول be day like that. B-Day. Don't say B-Day. B-Day. You can see it written a lot on the social media. تقدر تشوفها كتير جدا مكتوبة على السوشيال ميديا, خاصة أما حد بيكون بيتمنى لحد عيد ميلاد سعيد. Wishing you a happy B-Day. Wishing you a happy B-Day يعني أتمنى لك a happy birthday. So B-Day هي اختصار لـ birthday. ولاحظ في النوت أن أنا ما أقولش B-Day like that. There got to be a kind of stress on the first letter. لازم يكون في تشديد على الحرف الأول وهو P أو الـ P day. آخر كلمة أقدمها لكم النهاردة هي كلمة ghost. ghost as a noun, ghost كاسم معناها شبح, متعلقة بـ the spirits اللي هي الأرواح, and appearing and disappearing, الظهور والاختفاء. ولكن في الأيام الحالية هي معناها disappearing only, معناها الاختفاء فقط. used as a verb استخدمها كفعل بمعنى to suddenly cut off contact with someone يعني فجأة تقطع التواصل أو الاتصال مع شخص ما, ده معنى ghost as a verb, ghost كفعل. So by not answering call phones or text messages, بعدم ردك على اتصالات شخص ما أو رسائله, معناها you're ghosting them, إن أنت بتختفي أو بتقطع علاقتك بيهم. Ghost as a verb هي معناها كده يقطع العلاقة مع شخص ما. For example, I haven't heard from her for more than a week. She totally ghosted me. I haven't heard from her, لم أسمع منها أو ما وصليش أي اتصال منها, for more than a week, لأكثر من أسبوع. She totally يعني totally معناها completely ghosted me. She cut off contact with me يعني قطعت التواصل أو الاتصال معي. ده معنى she ghosted me. When you ghost someone, you cut off contact with them. يعني تقطع اتصالك بيهم. أتمنى يكون المعنى واضح. وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتم منه. أشوفكم قريب إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي. شكرا لك.